مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الرياضة. اليوم سيكون الكلام عن الدوري السوري لكرة القدم للمرحلة الثانية ومن ثم المرحلة الثالثة، لكن الأهم في هذا الدوري وفي هذه المرحلة، المرحلة الثالثة القادمة، هو الديربي الثاني أيضا في مدينة اللاذقية بين حطين وجبلة. لكن دائما وأبدا الهموم هي واحدة بالنسبة للفرق الثلاثة في المدينة. طبعا حطين بخطة ثابتة إن شاء الله يعود إلى مساره الصحيح كما هو كان في الموسم الماضي، متقدما على سلم الترتيب، وفوزه على حرجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء كان اهتمام الكثير من المتابعين في هذا الدوري بعودة الروح إن شاء الله لنادي حطين. على كل حال أيضا هناك جداول للترتيب وجداول المباريات، وأيضا هناك اتصال هاتفي، كل ذلك في هذه الحلقة، لكن كل ذلك بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز لحلقة اليوم، وهو الملقب بين أنصار حطين وأيضا محبيه وأيضا متابعيه بالعمدة. العمدة أي الذي يعتمد عليه النادي في أمور كثيرة تجعله طبعا محب للآخرين ومحب لهذا النادي ومحب للجمهور والجمهور الذي يحبه. اسمحوا لي أن أرحب بالكابتن غازي حاج قاسم، طبعا هو إداري سابق في نادي حطين لكن وما زال وسيبقى أيضا في نادي حطين. أهلا وسهلا فيك كابتن غازي. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، وشكرا للمحطة أوريت، وشكرا على القائمين علي بالعمل الناجح ودائما على الدوام بالنجاح للنجاح أكثر. أهلا وسهلا فيك كابتن غازي. مباشرة أنا بدي اطلعك على ملاحظة أنا بالنسبة إلي، يعني اللي شفتها امبارح على شبكات التواصل الاجتماعي بوقت الإعلان عن استضافة الكابتن غازي حاج قاسم في برنامج كلام في الرياضة، بأنه الكل مبسوط، الكل سعيد، الكل بيحبك، يعني شو سر هالمحبة؟ هذا هو جمهور حطين الوفي. أنا طبعا بدي أشكره لجمهورنا العظيم اللي هو منح لي كلمة عمدة نادي حطين، وأنا يمكن في ناس بيستحقوها أكثر مني وأجدر مني في نادينا، بس يبدو أن التقوا جماهير نادي حطين أن يمنحوني إياها حبا لناديهم وحبي إلهم إن شاء الله. هل تعرضت شي موقف كابتن غازي بحيث أنه طالما الاهتمام هناك موجود يعني بين الأعضاء إدارة السابقين وأيضا من الجمهور، أنه تكون عبارة عن محطة أيضا يتسلط الضوء عليها يعني من خلال الدوري مثلا، انه والله ليكوا يا جماعه الكل العالم مجتمع عند الكابتن غازي؟ هلا هي سلاح ذو حدين. هلا هي كل اداره بتجي برايها بتعمل حساب هذا الموقع التجمع اللي عم يكون موجود هو عندي. هذا التجمع كله مردوده لنادي حطين بالعمل الخير، لانه اي اداره اللي عم تطلع عم تكون هي سابقا بهذا ضمن المجموعه هي، من رئيس النادي لاعضاء مجلس الاداره، من عشرات السنين هن كانوا يعملوا زياره لعندي ويقعدوا من ضمن هالمجموعه، يعني بيعرفوا اجتماع بناء وليس هدام. لهالسبب هن لما بيكونوا قاعدين بصير نقد على نادي حطين، نقد بناء لمصلحه النادي. جيد. من ضمن المجموعه بتطلع اربع خمس اعضاء، من ضمن الرئيس، من ضمن الأعضاء، بصيروا عضو مجلس إدارة نادي حطين. الغريبة بهالشيء هذا الوجع اللي كنا بنعرفه بهالجلسة هاي، لما عم ندخل لجوا عم ننسي الوجع اللي كنا نتحدث عنه عن نادي حطين للتطور. يعني أنا اليوم بدي وجه تحية للأستاذ خالد طويل رئيس نادي حطين. بنوجه له تحية للأستاذ خالد. أستاذ خالد طويل ولأعضاء مجلس إدارته. نحن كان ناقصنا رئيس نادي يعرف شو معناه اسم الرياضة. اليوم أستاذ خالد عم يشتغل بخطوة سليمة لنادي حطين، عم يبحث عن اسم نادي حطين اللي كان مغطى بالغبار. هلا بهالنقطة تحديدا كابتن غازي، في نسبة عالية من الجمهور الحطيني راضي عن تشكيل إدارة وعن رئيس نادي حطين؟ هلا أنا بقول لك أستاذ، أي إدارة من عشرات السنين لهلا ما بتجي وفي قسم منه
تكون رضيان عن الإدارة. لذلك أنا حكيت عن موضوع النسبي، يعني نسبي عالي ولا مخفضة؟ لا منخفضة، هي دائما حب الناس أكثر، بس اللي بيكون منخفضة اللي بيكون هو له دور في مجلس الإدارة بده يدخل، بيحاول هو يشوش على الإدارة ليأخذ مكانه، لتنحل الإدارة ويجي هو محله. نحن هالشيء هالعقلية هالثقافة هي المفروض نحن نزيحها من أمامنا. أنا اليوم اسمي عمدة نادي حطين غازي حاج قاسم، كنت أعمل لمدى 40 سنة في العمل الرياضي في نادي حطين. اليوم ارتأت إدارة نادي حطين يكون أنا ما موجود، ما معناته إذا أنا طلعت لبرا شوف النادي هو سيء، إذا شفته أنا سيء لازم ساندها للإدارة حتى ينجح العمل معه. بس يوم اللي بيكون أنا برا وبدي ابني أخطاء إدارة حطين وأقعد أنا شهر فيه وكذا حتى تنحل الإدارة، تيجي إدارة اللي تفضل كابتن نحن بدنا اياه. لذلك هذا هذا الجواب الجميل والتحليل الجميل هو كان جواب على سؤالي انا، انه على شبكه التواصل الاجتماعي المحبه الكبيره اللي عم يتلقاها كابتن غازي حاج قاسم. كابتن بيدخل فورا بالدوري، يعني الدوري السوري والمرحله الثانيه كانت مرحله صعبه بالاساس يعني على بعض الفرق وخاصه حطين، يعني الكل كان عم بينظر انه حطين لسه ما استعد لسه، لكن فوزوا على حرجلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء اعاد الثقه نوعا ما بموضوع ما بين حطين الفريق والجمهور. انا بدي ادخل بنقطه بالنسبه للدوري هو. تفضل. نحن عشرات السنين عم نعاني من مشكله النادي في الدوري السوري وخاصه هالسنتين الثلاثه الاخيره، اني دائما بنحضر الفريق متاخرا. هذا اللوم نحن سابقا ما كنا هيك، كنا هلا اعتمادنا على المال اللي عم يجينا من خارج النادي من احد الشركات اللي هي موجوده، شركات وطنيه بامتياز عم تقدم خدماتها لنادي حطين او لنادي تشرين او لاي نادي في محافظه النادي. نعم. الخطوه اللي ماشي فيها اليوم الاستاذ خالد طويل اتمنى ان يضل يستمر فيها ونحن نسانده فيها حتى ما نوقع بالسنه اللي جاي القادمه، اني لما بدنا نحضر فريق يكون نحن معنا فلوس، لأن الشركة عم تتأخر في دفع المال وعم نتأخر نحن باشتراء اللاعبين أو بتأمين اللاعبين. أعتقد من ضمن الخطة كابتن غازي، أعتقد من ضمن الخطة هو إصدار بطاقات من المحلات التجارية لدعم نادي حطين. هي إحدى الخطوات. أنا عم أقول لك الأستاذ خالد عم يمشي بخطوة سليمة، بخطوة واثق من نفسه شو عم يمشي. أولا أستاذ خالد طويل لغنى عن التعريف، يعني إداري كبير وخبرة كبير، يعني ما فينا نحن نزاود على نقول مين هاد، نحن نرفع له القبعة بعمله الرياضي. يعني اليوم أستاذ خالد طويل لأول مرة، أنا عمري اليوم 40 سنة في نادي حطين، ما كان بصندوق النادي في البنك 25 مليون لحتى الآن هو رصيد النادي موجود من ضمن اللاعبتين اللي ضمنهم، سواء لعبة تشرين 16 مليون ولعبة جبل الحالية 9 مليون. فورا نحن ما كان عندنا بين، كان امور فوضى شيل وحط وما حدا عم يعرف شو عم يصير بنادي حطين. اجى استاذ خالد طبيب فتح حساب بالبنك، عمل تنظيم بالنادي، ما عنده صاحبه اخوه صديقه صاحبه المهم والاهم عم يحاول يجيبه على النادي لينهض لمسيرة النادي اللي هي كانت متأخرة سنين. فأنا بتمنى هذا المال اللي عم يكون نحن مدخول المباراة اللي هي على أرضنا، أنا أتمنى وبتمنى أني من الأستاذ خالد طويل وإدارته الكريمة أنه نحافظ على هالمبلغ هذا، نعتبره نحن بلا جماهير، نعتبره مثلا كانت موجودة دخلة مجانا. هذا المبلغ لنهاية الدوري بجوز نعمل 50-60 مليون نحن من ضمن اللعب، من أمن عليهم للسنة الجاية بنقدر نحن نشتري لاعبين مباشرة، نتعاقد مع لاعبين حتى ما نوقع بالأخطاء اللي عم نوقع فيها كل سنة، عم نتأخر قبل الدوري ونجي تجينا إعانات من الشركة ونقدر نجيب اللاعبين. وكيف اللاعب اللي عم يسوى مثلا 10 مليون عم يقول بدي 20، لأنه هو بيعرف نحن بحاجته. بس وقت اللي بيكون ضمن الدورة مشغال ونحن نتعاقد مع لاعبين مثل ما بيقولوا من تحت الطاولة، نعطاه على كيفنا وهو له رغبة يجي على نادي حطين، لأنه نادي حطين كبير. طبعا صحيح نحن ما متوجين، يعني
ببطولة الدوري، بس متوجهين بأخلاقنا كنادي حطيه، كجماهير نادي حطيه، حتى بالأمور الفنية يعني مهارات كوطنيين امتيازهن نعم. لهذا البلد. فنادي حطيه أنا أتمنى يعني من الأستاذ خالد طويل إنه هذا المبلغ اللي عم يحصله في البنك أنا بحياه وبحيي إدارته، إذا بنقدر نستغني عنه ضمن هالموسم هذا ونقدر نأمن مبلغ آخر لتسيير أمور النادي والفرق اللي هي عنده اليوم عنده كتير يعني مصاريف، نترك مدخول اللعب للدوري القادم الموسم من القادم بدايته يكون نعم. عندنا نحن مبلغ 40-50-60 ألف اللي هن نقدر نتعاقد معه. يعني هو هو تحسبا للأمور الطارئة اللي بتحصل بالسنوات المقبلة أعتقد يعني. يعني هذه الخطوات يعني كل رئيس نادي في سوريا ممكن انه يتجاوب مع الخطوات لحين تامين مدخول جيد بالنسبه للانديه السوريه. الاستاذ احمد علي المحبين كثار في نادي حطين، المحبين كثار يعني انا اليوم عندي سفره فريق رجال حطين الى دمشق، المحبين ما مش يكون في احد المتبرعين السفر الى دمشق بدون ما نسحب رصيدنا من البنك، هذا الرصيد تبع البنك بده يفيدنا نحن بنهايه الدوري لنقدر نتعاقد مع لاعبين ما نوقع بالاخطاء اللي عم نوقع فيها حاليا. هلا نحن ليش ما عم نقدر نرتب البيت؟ لانه ما عندنا فلوس، ما عندنا مصاري، هو عصب الرياضه اصبح يعني ما عندنا دخل ذاتي نحن، يعني ما عندنا شيء في نادي حطين يعني لا حول ولا قوة إلنا. فأنا أتمنى من إدارة نادي حطين دخول الملعب، رعاية الدخل الملعب يكون لصالح السنة الجاية نعتبره. ما هلا هي خطوات بالنسبة ل يعني رؤساء الأندية تحسب لهم يعني التفكير الاستراتيجي بمجال الأندية كابتن غازي. على كل حال الدوري السوري لكرة القدم للمرحلة الثانية كانت مباريات قوية، راح نشوف مع بعض جدول بتلك النتائج التي تحققت في المرحلة الماضية، وأيضا هناك طبعا حطين اللي فاز على حرجلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء، كانت نتيجة ملفتة بالنسبة لحطين ولأنصار جمهور طبعا أنصار فريق حطين. عم نشوف على الشاشة الجيش فاز على الطليعة بهدف مقابل لا شيء، الكرامة فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد بمباراة كبيرة ومثيرة بكلاسيكو سوريا التي جرت في حلب، أيضا حطين فاز على حرجلة بثلاث أهداف مقابل لا شيء كما قلت يعني كانت مباراة كبيرة لنادي حطين، الوثبة تعادل مع الحرية بهدف لهدف في مدينة حمص، أيضا كان هناك فوز لتشرين على الساحل بثلاث أهداف مقابل لا شيء. على كل حال راح نشوف لقطات من هذه المباراة بالحديث مع عن الدوري، أيضا هناك طبعا فوز جبلة على الفتوة بهدف مقابل لا شيء، جبلة اللي عم يتحضر أيضا للديربي بين مع جاره حطين في المرحلة القادمة، أيضا هناك طبعا فوز الوحدة طبعا التعادل الوحدة بين مع الشرطة بهدفين لهدفين في مباراة كانت مثيرة جدا. مباشرة بدي ابدا معك كابتن غازي على موضوع الديربي بين جبلة وحطين، مباراة كبيرة راح نشوفها ان شاء الله يوم الجمعة القادم. طبعا مباراتنا مع جارنا جبلة يعني لا يعني ما هو بعيد مثل نادي تشرين كجار نحن، بس مباراتنا تختلف مع تشرين ومع جبله. نعم مع جبله يعتبرون يعني ما هل الحماس القوي اللي هو منافس بين حطين وجبله، يختلف عن حطين ديربي حطين وتشرين. ديربي حطين وتشرين يعني على مستوى الوطن العربي كان بقول لك رابع نادي في الوطن العربي يعني. نعم. حتى جماهيريا ايضا جماهيريا على مستوى الوطن العربي يعني اليوم نحن مع جبله يعني نحن فريقنا يعني تجج من نجوم ما حدا فينه يبالغ على نادي حطين بلاعبين يعني. بس جبل عم يحقق نتائج جيدة يعني الفوز على الفتوة نادي جبل تعادل استقرار نادي جبل بالسنة الماضية مع الكابتن عمار الشمالي نعم. أخذ فكرة عن الوضع وعمل شو في خلل في نادي حطين بصفوفه، حاول يرممه وبدأ خطوة جميلة جدا ببداية الموسم هذا. إدارة نادي جبل مشكورة إني عم تشوف شو بده الكابتن عمار الشمالي وتقدم له كافة الدعم حتى ما يوقعوا بالإشكالات اللي وقعوا فيها السنة الماضية. بتصور هذه السنة رح يكون جبلة رح يكون له شأن في الدوري وراح يكون ترتيبه
انا بتصور يعني راح يكون منافس مثل الكرامه، مثل الوسبه، مثل الاتحاد، راح يكون بين صفوفهم هذا. بس الصف الاول راح يكون تشرين حاطين الجيش، راح يكونوا هذول على مستوى الوحده، هذول راح يكونوا مميزين عن يعني مثلا طابقيه. انا بتصور هيك يعني حسب النجوم اللاعبين الموجوده في الانديه الموجوده في كل واحد بينادى. هلا حكيت على موضوع الديربي مع فريق جبلي والامكانيات، يعني فوارق الامكانيات ما بين حطين، يعني في عندك يعني ما بيقولوا انه والله مثلا انه ما في كبير بعالم الكره كره القدم، هلا ممكن مثلا ما في كبير بس النجوم يتعرض ل مسائل كثيره، بس في وعي، نعم، في نظر، في ادراك. اليوم نادي حطين استاذ يعني اسمه لحاله هو بيعطي صدى للجميع، حتى للاعب الخصم بيعمل له حساب. انت اليوم لما عم تلعب مع نادي حطين، اي لاعب بيحب يبرز حاله امام نادي حطين ليقولوا اللاعب اللي حقه 60 70 مليون مقابل اللاعب اللي حقه 10 15 كمستوى لاعب. صحيح. كمستوى لاعب، بس لاعب حطين هو الافضل كامكانيه كخبره كذا. بس شو الفرق بين لاعب حطين ولاعب مع احترام واللاعب الاخر اللي هو عم ينافس مع النادي؟ لاعب حطين لاعب منتخب على مستوى منتخب وطني، وهو بخاف على حاله بالإصابة، بيقول لك أنا إذا أكلت إصابة ما راح أقدر أتسير للمنتخب الوطني، راح يحل محلي. دائما في خوف يعني بهذا الموضوع، هذا خوف دائما. لاعب المنتخب عم بيكون خايف على إصابة من الخصم. لهالسبب راح يكون مباراتنا نحن مع جبلة فيها نوع من الحذر. أنا راح أقول لك لأنه جبلة راح يكون انقضاضه وهجومه واندفاعه اقوى انه عم يلعب مع شيء اسمه نادي حطين. طيب جماهيريا كابتن غازي، يعني تابعت بهاليومين ثلاثه يعني اكيد مساله التواصل الاجتماعي باراء الجمهورين، يعني كيف شفتها يعني؟ بس انا بدي اقول هي مشحونه او هي انا بدي اقول شغله. نعم. انا حبي كله بقدره لاتحاد كره القدم وخاصه لسياده العميد حاتم الغايب. نعم. يعني نحن بهالازمه اللي مرت على بلدنا المفروض نتكاتف كلتنا. اليوم توجيه انذار لنادي حطين ولنادي تشرين كجماهير، بدي افهم شو هو الاسباب. يعني هذه في العالم بتصير اوقات اخطاء صغيره ما بتعمل، يعني نحن ما صار شغب بيننا وبين تشرين، لا صار رمي حجاره ولا صار رمي شيء، بصير هتافات اوقات نحن نقدر نوجهها انذارات من تحت الطاوله. بجوز اني اخذوه على موضوع الهتافات او الشتائم اللي كانت متبادله بين الجمهورين، يعني لكن لا اعتقد تحتاج الى عقوبات الحقيقيه او انذارات. هذا الجمهور حطين حطين وتشرين يتكافئوا ويرفعوا لهم القبعه، وخاصه في الدوري، هن اللي رجعوا بهجه الدوري السوري، هن اللي عملوا شيء اسمه كره قدم في سوريا بهالازمه الحاليه. نحن كان كلنا كنا قاطعين امل، ما حدا كان يصير مباراته بفوت على الملعب بنلاقي اربع خمس لاعبين. اليوم عم تروح على الملاعب عم تلاقي 20,000 نسمه، وكذلك الامر راح يكون ان شاء الله بين حطين وجبله. على كل حال للحديث عن الديربي بين جبله وحطين، معي على الهاتف مباشره من مدينه جبله الزميل الاعلامي مصطفى عكو. استاذ مصطفى كيف احوالك؟ تحياتي زميل احمد لك الكابتن غازي. هلا، اهلا وسهلا فيك استاذ مصطفى. على على مدى سنوات طويله انت تتابع الديربي ما بين جبلي وحطين، يعني كيف بتشوف اليوم يعني حتى على المستوى الجماهيري او حتى على المستوى الفني؟ تفضل. طبعا زميل احمد، يعني مباراه الجارين جبله وحطين يعني طبعا هي مباراه ديربي، بنتمنى اول شيء تكون كرنفال بيليق بسمعه الفريق والناديين العريقين. بالنسبة للمباراة، أولا يعني طبعا بنظرة للنظرة الفنية، أوراء الفريقين هي طبعا لصالح حطين باللاعبين الموجودين، طبعا في تعاقدات مميزة لحطين، نتمنى له التوفيق. رغم ذلك يعني أنا برأيي دائما الفوارق بهيك مباراة بتغيب، وإن شاء الله بتكون مباراة أو بتوقع دائما تكون نتيجة الفريق الأهدأ والأركز خلال 90 دقيقة. يعني كما قلت يعني الفوارق تغيب بهذه المباراة الديربي. نعم. طبعا فريق جبلة عم يغيب عنه حمزة الكردي صاحب هدف الفوز أمام الفتور بالمباراة الماضية، مع وجود طبعا في تعزيز لباقي اللاعبين. لكن يعني بالنسبة للجماهيريين يعني هذه المباراة يعني أجواء حتى الآن يعني فيسبوكيا
بين ابناء الناديين يعني هي مريحه. هلا كنت متخوف امبارح استاذ مصطفى على موضوع بالتاكيد يعني استمر يعني هذا الموضوع بشكل جيد حتى الان؟ لحد الان يعني كل التعليقات تشير انه يعني في اجواء رياضيه مريحه محترمه جميل. بين امصار الناديين الحمد لله، وهذا طبعا بينعكس يعني على نفسيه اللاعبين والجهازين الفني والاداري، ويعني متمنى بالتالي ينعكس هذه الاجواء المريحه ايجابا داخل المستطيل الاخضر، سواء ربع حطين او جبله. يجب ان يعني الفريقين ان كل فريق يهني الفريق الفائز بعيدا عن اي حساسيه، يعني هذا المتوقع، يعني مباراه يعني قمه نتمناها جماهيريا واعلاميا وداخل المستطيل الاخضر. يعني شو بيمنع يعني يفوز حطين اهلا وسهلا، يفوز حطين اهلا جبله اهلا وسهلا، يعني شو المشكله؟ يعني ما في مشكله زميل الاحمد، لكن يعني بتمنى دائما انه دائما نحصر خلافاتنا ننهيها برات هيك مباريات، يعني اتحاد الكره ناطر على دار كما يقال، يعني هذا الشيء عم يزعجنا. يعني حتى مباراه زميل احمد زميل مباراه جبله والفتوه، يعني حكم اللقاء والله من اول دقيقه بتحسه منرفز، بتحسه متشنج، رغم انه في علاقات ود بين جبله والفتوه، بين انصار الفريقين، بين جمهور الفريقين، بين لاعبين فريقه، لكن من الدقيقه الاولى هو عم يرفع البطاقه الصفراء، هو عم ينرفز اللاعبه. يعني حتى والله نحن على 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 الاذاعه ما عرفنا ليش انطرد اللاعب حمزه الكردي، يعني انا ما فسرتها بعد ما شفت النرفزه، الا انه عقاب له انه ليش انت سجلت هدف الفوز، انا كان بدي اياها تطلع. استاذ مصطفى، على مستوى موضوع النرفزي، يعني هلا بمتابعتك لكره القدم وللدوري السوري من سنوات طويله، طبعا من اقدم الاعلاميين موجودين وخبره ايضا الاستاذ مصطفى، يعني انت لاحظت هذا الموسم يعني انه بالفعل انه في تشنج بكل الاطراف، يعني ليس فقط بالحكم، يعني لا على مستوى اللاعبين، الانديه، رؤساء الانديه، بعلاقتهم مع اتحاد الكره، لاحظت الشيء هذا؟ اكيد اكيد زميل احمد. شو سببه يعني؟ شو سببه برايك؟ يعني اولا فيسبوكيا هو له تاثير كثير كثير سلبي. نعم. اثنين زميل احمد، مثلا رئيس لجنه الحكام العقيد شو اسمه، يعني ليش في هل من الضروري ان يخرج على برنامج 90 دقيقه ويقعد يفسر او يشرح او يدافع عن حكامه بمباراه جبله والفتوه مثال مثلا، وبيجي ثاني يوم ببرنامج ثاني ببرنامج الكابتن بصير في تناقض بين تحليل هالفرصه وتحليل هي جزاء لجبله ولا هي جزاء لجبله. والله هذا ما في يعني هذا الاختلاف هذا عم يخلق انقسام فورا بين بين جماهير الانديه. صحيح زميل احمد، صحيح صحيح. بعدين معلش زميل احمد لاحظ، يعني انا اتحاد الكره اذا ما بقدر اضبط لاعبيني اذا جمهوري، والله انا برايي معلش يروح على بيتي واطلع. اما هالقرارات اللي عم تطلع اللي يعني يوم بعاقب اللاعب، يوم بشيل العقوبه عنه، يوم عفو، يوم هذا هيك. على كل حال بدي ارجع لموضوع الديربي زميل مصطفى، يعني ردة الفعل الشارع الجبلاوي يعني بعد مجيء عمار شمالي واستقرار نوعا ما بموضوع الإداري والفني، يعني كيف بيشوف يعني أيضا الجمهور يعني مباراته مع حطين اليوم الجمعة القادم؟ زميل أحمد، أولا بالنسبة لوجود الكابتن عمار طبعا أعطى أريحية للجمهور، أنه عندهم ثقة بابن ناديهم، عندهم ثقة الكابتن عمار تحديدا، انه هو يعني هالمره اول مره بيستقطب اللاعبين، هو اللي بيحاول طبعا وفق الامكانيات الموجوده اللي قدمته الاداره، حتى ما نظلمه كمان للكابتن عمار بجوز يكون اكيد طموحه اكثر من لاعبين بعدد لاعبين اوفر، لكن يعني وفق الظروف وفق المعطيات وفق الـ 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 الاجواء المحيطه والنتيجتين اللي التعادل مع الطليعه والفوز مع الفتوه، يعني اعطى ثقه اكثر، ومع هذه الثقة رغم انه مثلا بيتمنى اكيد يقدم قدام حاطين مباراة تليق بانه ما يخسر وما كذا، لكن طبعا اللي عاجبني بجمهور جبلة انه بيحترم فريق حاطين، بيحترم امكانات حاطين، لذلك يعني رغم الثقة الموجودة عنده لكن يحترم فريق حاطين ويحترم قدراته، مشان هيك يعني انا هذا اللي مريحني بالنسبة لهالكرنفال اللي نتمناه يكون بداخل المستطيل الاخضر يعكس التفاؤل الموجود عند كلا الجمهورين. زميل احمد، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر الزميل الإعلامي المخضرم مصطفى عكو، كان معنا من مدينة جبلة، شكرا يا أستاذ مصطفى.
تحياتي زميل وتحياتي لكل المستمعين. اهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا. يا هلا فيك. اهلا. هلا حكم من خبره الكابتن مصطفى على انه المباراه راح تكون جماهيري بشكل جيد، حتى الفوارق الفنيه موجوده. أنا طرف فيها. أنا حكيت لا يعني بالبداية لا. يعني طبعاً إحنا اليوم يعني مستوى الفريق حطين يختلف عن اللاعبين جبلة، يعني كخبرة كلاعبين منتخب على مستوى سوريا بيمتازوا هن الأرجحية الفوز إله، بس هون الحالة الانضباطية داخل الملعب والهدوء الفريق اللي عم نلعب معه سواء جبلة، هذا الفريق إذا نحن لعبنا بأسلوب اللي بدي لعبه بحال حماس فريق جبلة وبندفع معه نحن راح نتفاجأ بشغلات نحن ما عم نلحسب. نحن كفريق حطين نحن أمياز أهدى بالملعب، حالة انضباطية راح يكون هي موجودة، لا غنى يعني الكابتن حسين عفش يعني راح يعرف شو يكون مستوى فريق جبلة، راح يعرف شو هي إمكانياته، راح يعرف وين نقطة الضعف اللي هي يستغلها. الكابتن حسين عفاش عنده أمور حلول أكثر ما عنده حلول جبلة، جبلة حلوله هو الحالة الاندفاعية أكثر. نعم. إذا نحن راح نتركه مثل ما بيقولوا لفريق جبلة بالحالة الاندفاعية والحماس تاعه مانا لازم نستسلم لفريق جيد. ايضا من المباريات اللي صارت بالمرحله الماضيه وكان في عليها اشكاليات كثير كابتن غازي، الجيش والطليعه يعني والهدف اللي صار، ويعني والكل اكدوا على صحه القرار بالنسبه للحكم وسام ربيع، يعني هالحالات يعني ممكن هل هي ثقافه يعني بالاساس ثقافه ثقافه صحيح. يعني نحن اليوم مفروض على انديتنا نحن لما بيجي اي تعليمات من اتحاد كره القدم حول كره الفوتبول، اي تعديل اي اجراءات، المفروض نحن عن طريق الرابطه نستدعي فريق العمل الرابطه ونوزع له النشرات له، وهو بطريقته اعضاء الرابطه رئيس الرابطه يوعي الجمهور ان اليوم ما تتفاجئوا بحاله في طابه ثابته ان الحيطه لاعب داخل الحيطه كذا، هذا ما من حقه من حقه، يعني لازم تكون نحن ثقافتنا اوعى من هيك، بس نحن ما عم نشوف الثقافه الا عن صافره الحكام ونحن ما بنعرف شيء عنه. هلا ممكن لجنه الحكام بسوريا تكون مسؤوله عن هذا الموضوع؟ هلا هي المفروض اللجنه يعني في تعديلات، هي المفروض اتحاد كره القدم يوجه اللجان المحافظات اللي هي كرة القدم. نعم. لجنة كرة القدم موجودة عندها هي لجنة حكام، المفروض تبعد على الأندية مندوبين من عندهم ويشرحوا لهم سواء ضمن التدريب، ما أنا عيبة هي إفادة للفريق، لو كان في حصة تدريبية لحطين لتشي أو لجبلة ويكون مندوب من اللجنة الفنية حكم يوجه بالقصمة الصافرة اني لا هيك او ما توقف هون، عندك تدخل داخل المرمى، الحارس المرمى ما بحق لك تطلع مرات الخط، صحيح وهي بالاساس يعني هذه يعني. لازم نحن نوعي يعني ما نجي عند الصافرة ونوعي الجمهور ونقول والله معه حق الحكم اللي هي الصافرة نحن كذا، طيب انا ليش لا افتعل في الملعب؟ بجوز يحصل في الملعب اشكالات ما لها اول ما لها حسابات، فنحن المفروض نحن اي تعليمات بتيجي من اتحاد الكره يتوجه للفروع. المشكله عند لجنه الحكام الرئيسيه هذا في سوريا، هذا يعني هي لازم توجه هلا حتى على مستوى المحافظات، حتى استاذ احمد على مستوى الشغب الجمهور، طيب مثل ما انت عم تعاقب احد الانديه بسبب جمهوره، ليش ما بكل لعبه انت بتكافئه للجمهور المثالي الافضل وبقدم له كأس ومبلغ مالي، ما بدي خيو مبلغ كأس مالي أفضل كأس أفضل جمهور يستحق هذا الكأس ضمن مباراة حطين وجبلة، جمهور جبلة جمهور تشرين. أعتقد لو المبلغ مالي بيجي لخزائن النادي كان النادي بيشتغل أكثر على موضوع ضبط المدربات. لا أستاذ، أنا أتمنى كأس حتى يتباهف الجمهور أكثر، إن نحن عم نضيف لخزينة النادي كأس، بس المبلغ عم يروح ما حدا عم يعرف. لا بالعكس بيكون مساعد. لما انا بطلع لما انا كوفد من نادي الوحده بطلع بعمل زياره على نادي حطين، بعين بخزينته لنادي حطين الكؤوس، بلاقي ثلاث اربع كؤوس
سبع جماهير نادي حطين. هذا فخر. انا بنقل هالصوره لجمهور الوحده. انا معك بهذه الوضعيه تماما، لكن بهذا الوضع الاقتصادي ممكن يكون المال افضل طريقه لتجميع. ما راح تستفيد شيء من ضبط الجماهير، يعني ممكن يعطي رواتب للمدربين في النادي مثلا. استاذ احمد، هلا انا لما بدي بالبيت ناقصني غلط بحاجه له، بقول لمرتي خير جيبها، مرتي بتتساهل وبتقول لك والله جيب الغلط الثاني، بس انا مفروض جيبه أنا وحطه في البيت حتى ما يقدر هذا الشخص يغيره. يعني أنا بقصد أن الكأس اللي هو بتقدمه اتحاد كرة القدم لجماهير نادي حطين أو لتشرين أو لأي نادي في سوريا، هذا يكون رمز. والله هو موضوع المكافآت بعيد جدا عن يعني نحن موضوع ليش بتعاقب الكرة ليش يعني. ما على مستوى لاعب كابتن غازي، على مستوى لاعب، يعني لاعب جيد قدم بالمرحلة الأولى مثلا أو الثانية مثلا، لنفرض سي من اللاعبين انه افضل لاعب، لذلك بياخذ. المفروض هي تعمل بكل محافظات بكل الدوري السوري اميز لاعب بكل في العالم. هي طيب كلها في العالم يعني، خلينا ننتقل لاخي نتعلم منه. او لاعب الشهر مثلا، لاعب الشهر. يعني اليوم انا بقدر اطبل جماهيريا، يعني بقدر انا اخذ حقه للنادي من خلال الملعب الجماهير. يعني اليوم لما بتكافئ نادي تشرين بيحمل كاس افضل بالشام، جمهوره كان لا شغب لا شيء، حامل كأس وجاي مع فريقه، لاعبينه بيصيروا حالة انضباطية أكثر في الملعب كرمال جمهوره، لأنه جمهوره عم يتكافئ بمثالية وبأخلاقية ضد الملعب. طبعا هو مجرد يعني يوم اللاعب بيقدر إذا عمل هيك لجمهوره بيحرق الملعب. وهي من مرضاها. عم نحكي يعني أكيد. لما بيشوف اللاعب اللي جمهوره عم يتكافئ هو بصير بحاله بدي يمتثل. صحيح، حتى ادبيا اخلاقيا وفنيا كل شيء بده يكون. هلا الجمهور واللاعب مرتبط مع بعضه، لا تصدق اللاعب عم يلعب بالملعب ما ذهنه وعقليته نصه في مع الجمهور، لانه انت لاحظ مباراه لما بكون خالي جمهور بتلاقي اداؤه سلبي متشتت، يعني ما في يعني كانه واحد داخل على حمام مقطوع ميته. على كل حال راح ايضا نشوف مع بعض مباراه تشرين والساحل اللي جرت يوم الجمعة الماضي وفاز فيها تشرين بثلاث أهداف مقابل لا شيء. على كل حال أيضا تشرين قدم أداء ممتع في تلك المباراة بعكس في نادي الساحل اللي عم بيعاني من صعوبات مالية وصعوبات فنية حتى استقرار إداري. كابتن غازي، أكيدا ما راح أحكي عن موضوع نادي تشرين واللي عم نشوف لقطات من مباراة تشرين والساحل اليوم، كيف عم تشوف تشرين؟ هل هو في استقرار؟ في استقرار إدارة بالسنة الماضية مشكورة اللي هي حصلت على بطولة الدوري. نعم. وفي استقرار أكثر بالنسبة للاعبين، بالإضافة لتزويد لاعبين ثلاثة اللي هن جابوهم مؤخرا، وحتما اللاعبين اللي جابوهم بتصور أنا هن كانوا سابقا يلعبوا بنادي تشرين. يعني نادي تشرين ما فرق شيء عنده تقريبا، يعني كرة السلام اللي كان يلعب قبل مصر كان عنده يعني. نعم. يعني سمح الله بنعتبره، الله لا يجعلنا من الحازي، نعتبره منصاب وكان هو هذا. يعني الفريق تشرين عنده استقرار اكثر من نادي حطين. الاستقرار بيعطي نتائج استاذ احمد، وبيعطي دفع وبيعطي لجمهوره حماس اكثر داخل الملعب. يعني نحن اليوم الاستقرار المالي والاستقرار الاداري واستقرار اللاعب هو اميز من اي شيء. مثل ما عم يصير بنادي الكرامي هلا. هلا نادي الكرامي نحن حاسبين له حساب من سنتين ان هذا الفريق راح يعمل يكون له شان في الدوري السوري، بجوز هالسنه ما يعمل شيء بالدوري اكيد، بس هو عم يعطي لمحات انه للمستقبل راح يكون شيء اسمه بكرة. هلا نحن بنادي حطين الفئات العمريه نحن معدومه معنا، يعني احنا كان معروف عن نادي حطين، انت بتعرف استاذ احمد، فريق الشباب، فريق الناشئين، الاشبال، كانوا مميزين على مستوى القطر، يعني ما كانوا في فرق تنافس نشيل الاتحاد او الكرامه. اليوم نحن ما عندنا ننافس، نقدر ننافس فريق جبله او فريق، مع احترامي لفريق جبله او فريق الساحل، مستوانا ما في اهتمام. بتصور هلا الاداره الحاليه راح يكون عنده برنامج خاص ان شاء الله لهذا العمل. هذا بيدعو للاستقرار يعني ايضا، هذا الاستقرار. انا بتصور الاستقرار بيجيب اي شيء للنادي اكيد. وتشرين يعني اليوم عم نشوفه ايضا عم بيحاول انه يحافظ على اللقب كابتن غازي، بس اعتقد يحتاج الى جهد كبير ومضاعف. هلا ليك الخطوه اللي كان ماشي فيها بالبدايه
بتبشر انه تشرين مرشح هو الافضل كبطل دوري. نعم. هو الاستقرار قلت لك استاذ احمد، وعنده امكانيات لاعيبه هائله، وعنده دكه الاحتياط هي الاقوى. لما بيجي بيعمل تبديل باي لاعب ما بنحس في نقطه ضعف بالفريق، يعني بديله بالمستوى الموجود داخل الملعب. يعني اللي بيقولوا دائما اللي بيمتلك دكه بدلاء ما بيخاف بمواساة الاساسيين، يعني ما بياخذ بطولات، يعني ما بيخاف على اي نادي عنده بديل نفس المستوى اللي عم يلعب داخل الملعب. يعني الله يعين المدرب بتشكيله الفريق اللي بده يختار من بده ينزل. يعني اليوم يعني بيقول لك انا بدي العب حسين او فؤاد ورامي احسن، يعني عنده حيره وعنده، بس هو بفضل من خلال الحصه التدريبيه مين بيكون هو الاجدر والافضل بحاول يجذب، وحسب مستوى المباراه اللي هي عم يلعب. يعني انا اليوم بلاحظ اني في لاعب يمتاز السرعه فنياته مكتي، نعم بيلعبه، ليش لعبته؟ يا اخي فريق الخصم يمتاز السرعه، انا بدي واحد يوقفه لو يمسكه على الاقليه اقدر انا اوقف هدف. صحيح صحيح. فنحن هذا كل مباراة وإلى مجريتها، يعني كل لعبة وإلى مقاومة وإلى ظروفها وإلى وضعها. صعب. بس ليك يعني أنت يعني أنا مؤاخذة، يعني بتتأثر لما بتشوف فريق مثل تشريف ليش؟ حرام. درجات فارغة. حرام يعني النقل حرام. يعني التعب حرام. يعني أيضا بيتغير موضوع النقل التلفزيوني كابتن غازي. حتى المذيع اذا قاعد عم يعلق على المباراه في جمهور بتلاقيه متحمس اكثر. شيء طبيعي اكيد اكيد. يعني حتى يعني صوره مختلفه عن الديربي كثير، كانك هلا يعني مثل كاني عم اتعامل مع واحد مع احترامي اخرس. ما في. جيد. على كل حال مشاهدي الكرام، يعني بخصوص هذه المباراه التي نقلت طبعا بين تشرين والساحل كانت على قناه اوغريت، يعني الكم الهائل من الرسائل التي أتت على الماسنجر وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تحيي قناة أوغريت بنقل هذه أو تلك المباراة بين تشرين والساحل إلى كل أنحاء العالم، ليس فقط على القناة الأرضية. يعني هي على الموقع الفيسبوكي طبعا، مشكورين بقسم الانترنت أيضا، ومشكورين القائمين على قناة أوغريت لإيصال الصورة والصوت لكل عاشق، سواء كان لنادي تشرين أو لنادي حطين أو لنادي جبلة، في إيصال الصورة والصوت والمباراة إلى كل عاشق لفريقه في كل أنحاء العالم، وخاصة السوريين المغتربين. هذه رسالة يعني كانت طبعا وجهت لي توجيهها إلى قناة أوغريت، مشكورين بالقائمين على هذه القناة إن شاء الله، حطين وجبلة الكل ستنقل مباراة بإذن الله تعالى. على كل حال أيضا بمباراة الهم والاهتمام التي كانت في المرحلة الماضية كانت بين الكرامة والاتحاد، وفاز الكرامة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة جدا وسط حضور جماهيري كبير. كابتن غازي أكيد تابعت. أنا تابعت والله، كنت حول المباراة، كان على الشاشة، كان عم يلعب وقتها حطين وحرجلة بنفس الوقت، وأنا نعم. على الموبايل قاعد حاططه وعم اتفرج كمان. حلو المتابع إنه يشوف كذا مباراة. يعني بين حطين ومباراة حرجلة وحطين، لما خلصت مباراة حطين كان في 17 دقيقة للاتحاد والكرامة بسبب إصابة الحارس الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته خالد الحاج عثمان. يعني في شيء اسمه كرة قدم. كان مباراة الاتحاد وحطين، عفوا الكرامة والكرامة، نعم كان في شيء الكرامة عم يلعب شيء اسمه فوتبول ومصمم على الفوز عكس نادي الاتحاد. بجوز إصابته ل اللاعب اللي هو حارس المرمى الاتحاد عملت شيء اهتزاز لفريق الاتحاد شوي. هلا اعتقد هي رساله ايضا لكل الفرق الاخرى من بيناتهم حطين. يعني حطين ممكن انه في الموسم الماضي بجوز ما كثير كان عنده المستوى الكرامي، يعني اليوم مثلا عم يشوف الكرامي قدامه شيء هلا ما بقى. يعني كل انسان استاذ احمد، كل فريق او كل نادي او كل اداره عنده استقرار عن السنه الماضيه بدها تحسن وضعها. نعم. لانه اذا هي فرصه لك، اذا انت بنفس المستوى السنه الماضيه راح تكون انت نتائجك سيئه جدا، وراح يكون عمل اداري مكانك راوح. بس يومه الكرامه من السنه الماضيه شفنا في مستوى، وهالسنه عم نشوف فريقه في مستوى ثاني، معناتها في شيء شغل صح في اداره نادي الكرامه. والجمهور اللي شفته ايضا والجمهور كان رائع جدا. حلو. يعني انا لو موجود كعنصر من عناصر اتحاد كره القدم
أنا بوصل رسالة تحية له وتقدير. وبفكر وبتراجع عن موضوع يعني عقوبات المدرجات الفارغة. أنا ضد العقوبات بلا جمهور هي، يعني نحن بحاجة لعشر ليرات. تيجي بتحرمني إياها وبتحطتني 50 ليرة وأنا بحاجة إلى. يعني مثل ما حرموا تشرين. يعني ما بصير حرم مباراة، حرموا ماليا يا أخي، بس ما تحرموا كخود اللعبة إلك. لا اتحاد كرة، لا النسبة استلم الابواب. نعم. استلم الابواب بس خلي جمهوري يفوت، لانه هذا اللاعب روحه جمهوره بتصل مع بعضها بين اللاعب والجمهور. انت مليون مليونين ما في مشكلة. بس يعني اجيت انت تحرمني شو ذنبي انا تحرمني الجمهور اللي والله لانه فلان من الناس شتم او فلان من الناس قعد كذا، تجي تحرمه او توجيه انذار لكذا هذا ما. نعم. على كل حال مشاهدي الكرام، راح نتابع مع بعض جدول ترتيب الدوري السوري لكرة القدم بعد المرحلة الثانية. طبعا بعض الفرق بقيت في الصدارة مثل تشرين، وأيضا هناك الجيش راح نشوف على الشاشة. تشرين في الصدارة بست نقاط، أيضا الكرامة بالمركز الثاني بست نقاط، الجيش بست نقاط، جبلة بأربع نقاط، الوثبة أربع نقاط، أيضا الوحدة أربع نقاط، حطين بثلاث نقاط، طبعا فوز واحد فقط على فريق الحرجلة، وايضا هناك الشرطه بنقطتين. عم نشوف ايضا بالجدول الثاني في المركز التاسع الطليعه بنقطه واحده، والحريه والفتوه بنقطه واحده، الاتحاد بدون اي نقطه، والساحل والحرجلة. يعني ثلاث فرق، يعني شوف الاتحاد يعني مباراتين، يعني صدمه، يعني صدمه جماهير، ولا مباراه فوز يعني حتى على ارضه وخارج ارضه ما عمل اي نتيجه. فمن حقه جمهوره يطالب بشيء هو من حقه يطالب فيه. بس فنيا انه اكدوا انه الاتحاد قدم مباراه كبيره مع الكرامه، خاصه بالشوط الثاني من دون فاعليه. استاذ بدون فاعليه انا شفتها داخل الملعب من دون فاعليه، يعني بس كان فريق الكرامه مصمم على الفوز. كاداء، كرجوله، كاحتكاك، تحس المباراة كأنه من بدايتها لآخر الصافرة من الحكم، كأنه فريق الكرامة بداية المباراة بدنيا. جيد. على كل حال راح نشوف مع بعض أيضا جدول بمباريات المرحلة الثالثة والتي ستنطلق يوم الجمعة القادم، ومن ثم يعني هناك توقف في الدوري السوري بمناسبة يعني مشاركة منتخبنا بالمعسكرات الخارجية. راح نشوف على الشاشة الحرية والاتحاد في مباراة الديربي الشهير في سوريا، أيضا إلى جانب حطين وتشرين. إذا الحرية والاتحاد يوم الجمعة القادم، أيضا هناك الوحدة والوثبة في دمشق، الساحل والشرطة في طرطوس، الفتوة وتشرين في دمشق، أيضا مباراة صعبة على تشرين. أيضا في الجدول الثاني هناك حطين مع جبلة في ديربي شهير، أيضا هناك الطليعة والحرجلة والكرامة والجيش. إذا مباريات قوية جدا، الكرامة والجيش، حطين وجبلة، أيضا الاتحاد والحرية. أنا بدي أرجع لموضوع يعني الديربي اللي بين حطين وجبلة. كابتن غازي، هناك معايير يعني للدخول للملاعب، دخول الجمهور باحترام. يعني طبعا زملائنا الاعلاميين ايضا تكلموا بهذا الشكل على الموضوع، احترام الجمهور بالدخول الى الملاعب، لكن ايضا عمليه ضبط يعني الجمهورين من خلال موضوع التشجيع المثالي، ايضا موضوع الشتايم، كيف لازم نحل هيك مواضيع يعني من دخول الملعب الى موضوع التشجيع؟ هلا انا بتمنى ان من ادارتين، يعني اداره سواء كانت حطين او جبله، يستدعوا رابط المشجعين اللي هي سواء حطين او تشرين، يعني هن الاهم في الملعب. نعم. هن الاحتكاك مع الجمهور، هن الاحتكاك مع المدرج، هن الكل، حتى على يكون في تنظيم، حاله انضباطيه، في اشاره انه انا محطوط هون، انا لجنه، انا رابطه مشجعين نادي جبله، انا رابطه المشجعين حطين. مخول هذا دائما على الدوام انه هو يكون محتك مع الجمهور لتهدئه المباراه. يعني المفروض نحن كجبلة ربح حطين
او بالعكس حاطين ربح جبله يكون في هدوء ومحبه، لان نحن جارين. هلا هي منفصله عن جماعه الالترس يعني الحقيقه، يعني هي رابط المشجعين. انا ما بدي احب الالترس لانه الالترس نعم. يعني عنده مؤاخذه هو خارج عن حدود بتصور النادي، يعني ما بعرف هو ما في ارتباط ما بين النادي وال يعني هلا ممكن رابطه المشجعين هي المشجعين هو هي يعني هي بتقول هي الفاصل للنادي بين الجمهور. نعم. فانا بتمنى انه يعملوا اجتماع حتى اذا كان على مستوى اللجنه التنفيذيه يوم الخميس صباحا الساعه 10 11 اللي بتقرر اللجنه التنفيذيه، يجمعوا الروابط مع مدير الفريق اللي هو سواء حطين او جبله، ويقعدوا ياخذوا توجيهات من حتى يكون في عضو لجنه فنيه موجوده على اللجنه التنفيذيه توعيه. نعم. وكل هذا ينكتب وكان في توجيه كذا وكذا، ويحملوا الرسالة كل واحد ناداه شو أخذوا توجيهات من اللجنة التنفيذية ومن اللجنة الفنية ويأخذوا فيها بالملعب. هلا هو نحن ما رح نهضم حق الألتراس في عملية تنظيم التشجيع في ملاعب السورية، خاصة حطين وتشرين وأيضا جبلة، يعني قدموا شيء الكثير لجماعة الألتراس الله يعطون العافية، لكن دائما لازم نضبط اعصابنا بموضوع يعني مواضيع حساسه، يعني وخاصه اذا كان الفريق عم يتقدم على سلم الترتيب، عم يقدم اداء جيد. كابتن غازي هلا ليك مشكورين حطين وتشيل الاطلس اللي هو عم يقوم بعمل جبار وعم صحيح. يعطي صحيح. وعم يعطي مثال حلو في الملعب واخلاق، بس انا بتمنى انه ما يكون في تناقض بين حطين وتشيل باللافتات اللي عم ترفع. يعني لازم نحن مثلا ترفع شيء لافتات باسم الوطن. نعم. سواء هي محبة يعني ايضا بين الجمهورين يعني حتى نعم. يكون هيك، بس نحن ما نرفع شغلات نحن بالغنى عنها، ان هذا عم يخلع بوكس وهذا قلب، يعني هذا بتعمل استفزاز للجماهير سواء نعم. من الطرفين. عم تشتغلوا صح، عم تهتفوا على مدى ساعتين صح، الناس عم يكون مبسوطه منكم، بس نخفف المهاترات اللي هي هلا بهي النقطه رفع. تحديدا كابتن غازي بهي النقطه تحديدا، يعني هلا الشباب الله يعطيهم العافيه بالالترا سواء كان بتشرين او بحطين او بجبلي، يعني هني عم يشوفوا الغرب كيف بيشتغل على موضوع البنرات او التيفوات او غيره شيء، يعني بالنسبه للموضوع اللافتات اللي عم ترفع، لكن البيئه الموجوده عندنا في سوريا البيئه العربيه والبيئه تختلف تماما عن البيئه الغربيه، فممكن هالشغلات هذه ما يعني عم يشوفوا في اوروبا ما هي نعم. طيب باوروبا بنظلم اللاعب من الحكم اوقات بيعطاه بطاقه حمراء، بيحمل حاله بيطلع خارج الملعب، لا بيعترض ولا بيتهجم عليه وما بيسالوا ليش. طيب نحن اذا كنا بدنا ناخذ من الناس الاوروبيين كقدوه هن، نفس الشيء خلينا ناخذ كلاعب، يعني انت لاحظت طبعا هذا ينطبق على الجميع. طب هذا هو انا يوم بدي اطبق هنيك لازم اطبق هون، بس يوم اللي انا بدي نفس اشياء من عندي، هلا انا ما بتصور يعني بيطلعوا شغلات لا اخلاقيه يعني بمعنى في اوروبا يعني لا ما في لا لا هيك شغلات هذا الشيء هذا اذا انا بدي اكون قدوتي فرق الاوروبيه لازم اطبقها هون. مثل ما قلت لك لما بيرفع بطاقه الحمراء للاعب مفروض اللاعب لو هو ما عامل شيء مظلوم يكعي ويطلع، بيعمل هدوء في الملعب، بيعمل استقرار جماهيري اكثر. صحيح. بس يوم اللاعب يتهجم على الحكم وبيتمنع يطلع وبيأشر عم يعمل غليان في ارض هذا حكينا عنه كابتن غازي لانه كان في استفزاز اكيد من كل الاطراف الحقيقه. هلا بالدقائق المتبقيه كابتن غازي بس كلام عن الفئات العمريه بنادي حطين، يعني الكل عم ينظر انه حطين يحتاج الى الفئات العمريه وكان في تغيير كبير بهذا الموضوع. هلا انا تابعت يعني بعد ما تعين الكابتن بشار سرور تابعت بتصور مبارتين لفريق فئات العمرية سواء كان ال 2005 او فريق الشباب او الرديف فريق الرجال، لاحظت الكابتن بشار سرور عم يشتغل شغل جبار، بس كمان انا ما بدي ملله، يعني ايد وحده لحاله ما بيقدر. اليوم الكابتن بشار عم يكون من الساعة 7:30 صباحا لغاية آخر تمرين بعد الظهر عم يكون متواجد مع الفرق، بيتنقل مثلا من لعبة الناشئين إلى الشباب، من الشباب للأشبال، من الأشبال
لفرق العمرية اللي هي عم تتحضر 2005 2002. يعني هذا الشخص مشكور هو بإدارة نادي حضني التعيين. هي في تأخير سنين ماضي فئات العمرية ما كان فيها اهتمام، ما كان فيها الأسماء مشتها بس من دون فاعلية على أرض الواقع. يعني أنا مثل مباراتنا فريق تحضير فريق الشباب كان الكابتن محمد عقيل اتغير قبل المباراة بيتصور شي أسبوع. أنا بتصوري كانت نتائجه سيئة بالتحضير. نعم. المفروض هو ينصبر عليها في الدوري مثل ما عم نصبر على بقية الفرق. ما رح حدد مين بقية الفرق كمان عم تخسر سواء المستوى العالي أو المستوى الأصغر عم يخسروا ما تغيروا. بس نفسه الكابتن محمد عقيل بعد ما حضر الفريق وكذا خلينا نشوفه داخل الدوري. نعم. اذا عطى نتائج وبعدين يعني محمد عقيل يعني كابتن يعني على مدرب واديب واشتغل بالنادي وعطى واستلم مدرسه. نعم. الصبي وعنده خبره في لبنان ايضا. يعني انا بتصوري هالكوادر المفروض نحن نحافظ عليها من بعد. يعني انا اليوم مدرب بفريق العمريه اللي هو فريق الناشئين ما توفقت، ما المفروض انا الاداره تشلحني برا. نعم. تجيبني تحطني بفريق ثاني، تحطني تسلمني فرق قواعد، يعني المهم تحافظ علي ما تخليني اطلع لبرا. وخاصة محمد عقيل يعني انا ما عم حدد شخص معين. انا بدي احدد ليش؟ لانه كابتن محمد يعني قدم ايضا لنادي حطين وقدم مثل غيره يعني الحقيقه. انا يعني تصور خير وبركه. يعني كنا لازم نتريس شوي بقراراتنا بفئات العمريه وندعمهم اكثر. بتصور هلا بمجيء الكابتن بشار سرو عم بيصير في دعم اكثر وعم بيصير في شغل اكثر وملاحقه اكثر. وانا هذا الشيء بهالخصوص هي يعني تماما بدي اوجه له تحيه للكابتن محمد فتاحي ايضا اللي عم يقدم اداء جيد مع شباب حطين. هو منيح كان نتائجه. يعني انا اتكلم عن المراحل السابقه بالمواسم الماضيه ايضا. نعم. هلا حاليا نعم. انا ما رضيان عن فئات العمرية ولا بشكل. لأنه نادي حطين ما هيك بيعمل فئات العمرية. طول عمرنا فئات العمرية كان مشهور تاعتنا. حطين مشهور بالفئات يعني العمرية. اليوم أنا مع احترامي للاعبين اللي موجودين بفريق الرجال، اليوم أنا بروح بتفرج على فريق رجال حطين ما بلاحظ لاعب أو لاعبين ماكسيمو عم يلعبوا بفريق رجال حطين. وهذا سبب الفئات العمرية. فأنا هذا فئات العمرية ما في اهتمام. مثل ما حكينا على تحت الهواء لاني فريق بهولندا امستردام اجاكس امستردام نعم ما عنده بطولات مثل اكثر ما عنده بيع لاعبين لاي نادي في العالم مفرخه للاعبين في كل انحاء العالم. ليش ما نادي حطين عنا هيك عنك؟ يعني مرت سنين على نادي حطين كان عاطي انديه سوريه كلها لاعبين. نعم. حتى الكرامه حتى الاتحاد اللي اخذ بطوله اسيا غرب اسيا كان اللاعب احمد حج محمد. نعم. زياد شعبه كان بالكرامه، احمد ديب كان بالكرامه، يعني عندنا لاعبين كان في لاعبين بالجيل. صحيح. يعني طيب هلا ليش انفقدوا؟ اكيد يعني انا بطلب من اداره نادي حطين مثل ما ماشي بخطوه سليمه واثق الخطوه يمشي ملكا وانتم ان شاء الله ان شاء الله لازم ننتبه على فئات العمرية أهم شيء. أنا بدي كمان يعني أنه وجه التحية لكل من يعمل بنادي حطين أو بنادي جبلة أو بنادي شرين أي نادي في سوريا الله يعطيهم ألف عافية. طبعا بدي أتشكر الكابتن غازي حاج قاسم على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا فيك والله. نحن لازم نشكرك لأنه أنت حريص على أندية المحافظة واجبنا وأنت عم تدور على شيء إن بيقول نرمم العمل الرياضي مع بعض الإعلامي كلياتنا سوا كلياتنا سوا لأنه كلياتنا حلقة واحدة. لما بتنفقد الحلقة شيء جزء منها بينفلت حتى على المستوى الإعلامي. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر طبعا وشكر أيضا لكل جمهورنا الحبيب وكل الزملاء في برنامج كلام في الرياضة. كلام في الرياضة لا ينتهي. إلى اللقاء.